كما توافد الآلاف من المواطنين بمحافظة بورسعيد لساحات المساجد لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وسط تعزيزات وانتشار أمنية. وأقيمت صلاة العيد وسط أجواء من البهجة والسعادة، وتبادل المواطنون التهاني بالعيد. طيبين، والشعب المصري والعربي كله بخير، والاجواء زي ما انتم شايفين حلوه، واولادنا عايزين يشاركوا والكل فرحان، ويا رب الايام كلها اللي جايه تبقى سعاده وهنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل سنه وحضرتك طيب، وكل شعب مصر بخير وسعاده، وكل شعب بورسعيد بخير وسعاده، ويا رب دايما في سعاده وهنا، وعيد اضحى مبارك على كل الامه الاسلاميه. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. ما شاء الله النهارده اليوم جميل جدا، والاجواء تحفه، والاف الناس نازله الشارع. بجد اليوم جميل، كل سنه وكل شعب مصر بخير. كل سنه ومصر كلها والدول الشعب العربي كله بخير، وعيد سعيد ان شاء الله على الامه العربيه يا رب ان شاء الله، وكل سنه واحنا طيبين جميعا يا رب ان شاء الله.